بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. اللهم آمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤيا القرنب في المنام. سوف نتعرف على أهم دلالات وتفسيرات وتأويل رؤيا القرنب في المنام، والبدء مع تفسيرات ودلالات أكل الكرنب في المنام. لأكل الكرنب في المنام تفسيرات ومعاني ورموز مختلفة متعددة سوف نسردها عليكم الآن. فإذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بتناول الكرنب، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يشير ويدل أن هذا الشخص صاحب المنام يعيش ويهنأ بحياة مستقرة، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا ما كان صاحب المنام يبدأ مشروع جديد ورأى في منامه أنه يقوم بتناول القرنب، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يكون بها بشارة وإشارة أن هذا الشخص صاحب المنام سوف ينجح مشروعه ويحقق الكثير من الأموال، والله أعلى وأعلم. ورؤية القرنب وأكله في المنام أيضا يرمزان إلى أن صاحب المنام يحاول دائما جاهدا أن يوفر لنفسه حياة كريمة بالجد والاجتهاد، والله أعلى وأعلم. ومن دلالات وتفسيرات أيضا رؤية أكل القرنب في المنام أن الرائي إذا رأى نفسه يأكل القرنب، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إن هذا الرائي أبناؤه يتمتعون بالصفات الحميدة وحسن الأخلاق والصلاح، والله أعلى وأعلم. كذلك لرؤية أكل الكرنب في المنام دلالة وإشارة إن صاحب المنام يتمتع بقدر كبير من الصبر، وإنه دائما ما يصبر على تحقيق أهدافه وأحلامه. وأيضا من دلالات وتفسيرات رؤية أكل الكرنب إن صاحب المنام لديه الكثير من الأحلام والأمنيات والأهداف التي يسعى جاهدا لتحقيقها وسوف يحققها، ولكنه لابد أن يتحلى بالصبر حتى تتحقق تلك الأشياء، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم التفسيرات ودلالات وتآويل رؤية أكل الكرنب في المنام. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.